ألغى مصرف الإمارات المركزي ترخيص شركة الأولى لوسطاء التأمين العاملة في الدولة وشطب اسمها من السجل، وتأتي العقوبة نتيجة عدم التزام الشركة بمتطلبات المادة التاسعة في نظام وساطة التأمين. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع وحماية النظام المالي.